يلا يلا. اهلي بعتوا لنا شوية بيض، اشتهيت ذوقك اياهم تقبرني. وين عفاف؟ ليش ما هي حطت لي العشاء؟ عفاف نايمة تقبرني. ثاني مرة خليها هي تساوي لي العشاء. الله يعين عفاف، يا دوبها ابنها. ليش أكلي مو عجبك؟ لا لا استغفر الله استغفر الله، مو هيك مرت أخي، بس أنا مشان عذابك. إيه عذابك راح تقبرني. راح أبو دياب لعند جواد على البايكي؟ لا ما راح تقبرني، راسه عم يجاوب، فات على أوضته وحط راسه ونام، وأم دياب وولادها ناموا كمان. شو قال لك أبو دياب مشان رحتك لعند أهلك؟ قال بده يفكر بالموضوع. وانت شو رأيك؟ بيت أهلي يا دوب واسع، أمي وأبي ومرت أخي عمران وولادها، وأنا من هالبيت ما بطلع. غطي شعرك. يبعت له حمى هالمنديل، على قد ما له ناعم عم يسحل عن راسي بدون ما أحس عليه. المهم ما قلتي لي يعني شلون أهلك، ليش ما بدك تروحي لعنده؟ أنا وراي رجال بيوقف إخواتي عند حده. شو؟ مين هذا الرجال بقى؟ أنت المعلم جابر يلي كل الناس بتهابه وبتحسب له ألف حساب، إيه؟ ولا مالي معذب قلبك تقبرني؟ لا لك هان، كيف؟ أخوك عمران شو أخباره؟ يضرب قلبي عليه من يوم ما راح على أخت العسكر وما ترينا عنه شيء.